فالنار يدخلها الكافر والمشرك، وقد يدخلها المؤمن الموحد بذنوبه، لكن الكافر والمشرك يخلدان في النار، وأما الموحد والمؤمن فلا يخلد فيها إذا دخلها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين يقولون، الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة، وإذا مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار مثل الكفار. المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في المنزلة بين المنزلتين، فإن مات ولم يتب فهو مخلد في النار كما تقوله الخوارج. وكلا المذهبين باطل وضال ومخالف للأدلة، فإن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وجاءت الأحاديث الصحيحة أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، يخرج وقد احترق صار فحما، فيوضع في نهر من أنهار الجنة فينبت كما ينبت العشب، ينبت جسمه ثم يدخل الجنة. نعم. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، من الفحم نعم، تكون قد تفحمت من العذاب صارت فحم، يعيد الله جل وعلا فيها الحياة، يعيد الله فيها الحياة، فيحيون ثم يدخلون الجنة ويخلدون فيها. نعم.